ويلكم تو منيفا فاشن شانل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا حاليا موجودين ببراند بولو رالف لورين من البراندات المرة إليجنت جميلة. شوفوا الجاكيت هما أجمله مع الخطوط الأبيض والأحمر. شوفوا السويت شيرت من أجملها مع البنطلون. طبعا اللون كحلي مش أسود بس ممكن على التصوير يبان اللون. والأحمر والأبيض على طول تكون خيارات راقية جدا للون الكحلي. بالنسبة لسعر الجاكيت مرة 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 شيك، هذا هو واضح معنا سعره 2160 ريال سعودي. هذا لوجو البراند. الجاكيت مرة 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 شيك والموديل كلاسيكي ما يروح أبدا. أما بالنسبة لسعر البنطلون فهو 1100 ريال. أما بالنسبة لسعر السترة الصوفية الأنيقة والرائعة فهي 2690 ريال. البنطلون 1110 نقصنا 10 ريال، مش 1110. معنا هذا الفستان very elegant. هذا الفستان قطن مع لينين فمعطي جمال مو طبيعي. طبعا الألوان الأبيض والكحلي مع بعض لا يعلى عليهم بسعر مرة حلو 1480. الفستان لف فهذا يخفي منطقة البطن ما يظهرها خالص ويبرز جمالية الجسم. واللينن لما يجي مع القطن يكون مرة بارد مرة جميل وما يتعفط بسرعة. يعني القطن يسيطر على جمالية اللينن. الفستان تحفة تحفة تحفة. هذا شكل الفستان من الخلف. الألوان مشرقة وجميلة وتعطي شعور بالراحة بالسعادة. في ألوان ما شاء الله يعني لها تأثير قوي. مستمرين مع بولو باي رالف لورين. الفستان هذا بداية رح نكتب سعره 4270 ريال. الفستان مرة شيك مرة جميل، أكمام طويل، حرير مبطن، الحركة من الأسفل جميلة، حركة الأكمام هالزمة هذه راقية جدا. في زمة من منطقة الخصر على الصدر على القبة إلى الصدر. في معنى هذا موديل التجديل مرة شيك وأنيق بس من نفس القماش. احنا شفناه قبل موجود ببراند جس بس كان بجنس بقماش ثانية مغايرة. الحين هنا برار فلورين هذا التجديلة من ذات القماشة مع أكثر من ربطة مع حركة الكسرات هذه معطية رقي مو طبيعي للفستان. الفستان يستحق سعره أكثر. ممكن أحيانا التصوير يظلم القطعة. طبعا البراند في غنى عن التعريف. هذا شكل الفستان من الخلف. الزمات مع الكسرات مع التجديل مرة 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 شيك. فستان فعلا فستان راقي 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 جدا. الزمة من الخلف مستمرة، الزمة على الأكمام مع الكشاكش والكشاكش من التحت من أجمل الفساتين وأرقاها. معانا هذا الفستان المرة مرة شيك مرة جميل، سمبل إليجنت رائع جدا جدا جدا. طبعا بدون أكمام. الفستان طويل مع هذه الحركة الجميلة جدا جدا. الفستان باللون الأصفر. طبعا سعر هذا الفستان 3220 ريال والعشرين قبل 3200. مرة أنيق مرة جميل. طبعا القماش حرير راقي جدا. شوفوا من الموديل عند القبة. هذا الموديل الفستان من الخلف. الفستان مبطن لأنه بدون أبطانة ممكن يكون شفاه. الحركة اللي صايرة هذه على الجنب من الخلف معطية جمال مو طبيعي للفستان مرة شيك. هذا التيشيرت مرة شيك مرة شيك. غدير 100% قطن صح؟ أي. طبعا مع الموظفة غدير من فرع النخيل مول. مرة تعبانة عين من الصبح يعني كل مرة أجي الله يسعدها يعني ما شاء الله.
هذا التيشيرت طبعا سعره 790، الدبدوب يجنن مع شعار الماركة والتوقيع والخزامة. الخزامة رائعة، أنا من الناس اللي تحب ورود الخزامة. ضايفي لي القطن 100%، واللون الزيتي خيال مع الألوان الثانية، عن جد فظيع. تقول لي غدير أنه الدبدوب هم يسمونه بولو بير أو دب بولو بترجمته بالعربية، بلو بير. هذا التيشيرت من الخلف مرة جميل، راقي جدا جدا، رائع للصيف ويعطي برودة لأنه قطن 100%. معنا هذا الشيرت مرة شيك من اللون السماوي، قماش الكتان مرة رائع، القصة قصة القميص مريحة واسعة، أكمامه دولمان، في عندنا كشكشة على الصدر، في عندنا شعار بوني للماركة موجود على الصدر من جهة اليسار، عندنا كشكشة مثل ما قلنا على دزات الكتف، الأزرار من جهة القبة مخفية، الياقة مدببة، راقي جدا جدا جدا، كتان 100%، بارد صيفا. طبعا بالنسبة للسعر كنا راح ننسى السعر، 900 ريال، والله انا توقعته اكثر بصراحة لانه مرة جميل، وهذا من الكوليكشن الجديد اللي صار له نازل يومين بس. هذا شكل الشيرت من الخلف، مثل ما قلنا كوليكشن جديد نازل من يومين، نيو كوليكشن. معنا هذا السكيرت الراقية جدا جدا من باولو باي رالف لورين، التنورة من الكتان والدانتيل الراقي جدا جدا. طبعا التنورة تحت الركبة بشوي، الدانتيل جميل كله مفرغ، من أجود أنواع الأقمشة. في إلها سحاب من الخلف الحين إحنا نشوفه، طبعا في إلها كشاكش من الأسفل. الطبقة الخارجية عندنا 100% كتان، 100% تطريز، و 100% بلوستر. أما البطانة فهي 100% قطن، حتى ما يحس الشخص بالبرد بالحر عفوا، يعني خيار بارد جدا جدا بالصيف. أما بالنسبة للسعر فعندنا 3740 ريال سعودي، والأربعين قبل 3700. تنورة مرة شيك مرة راقية، اللون الأبيض لون صيفي بامتياز. سحاب مخفي من الخلف والدانتيل على كامل التنورة، مثل ما قلنا البطانة قطن 100% حتى تكون باردة ما تكون حارة بالصيف. التنورة كتان مع دانتيل مرة شيك مرة أنيقة.